بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أخوكم محمود إبراهيم. أنا جبت لكم النهاردة عدس الماء مع بعض من الأزولي. عدس الماء احنا جبناه من الترع عندنا موجود. أدي عدس الماء حطته لكم في جركن الأزولي عشان تشوفوا الفرق بين عدس الماء وبين الأزولي. فرق شاسع بين عدس الماء اللي الناس التعليقات معظم التعليقات عندنا بتقول عن الأزوليا عدس. لا، الأزوليا اللي هي الورق الكبير ده والورق الصغير ده عدس ماء. ورق الصغير ده عدس ماء، ده عدس ماء. والورق الكبير اللي هي ورقة عاملة زي الشجرة كده زي النباتة دي أزوليا. لكن عدس الماء بيبقى من ورقتين بس فقط لا غير. ادي بشكل هو أقصر شوية. فرق شاسع كتير بين عدس الماء وبين الأزوليا. جريت الناس بس يعني أصل معظم التعليقات عندنا موجودة عندنا وفي الترع واسمه عدس. العدس حاجة والأزوليا حاجة تانية. اهي لو شفتوا انتوا عدساية كبيرة اهي، هكبر الصورة عليها شوية. اهي ده عدس الماء واللي ورقه كبير ده هو الأزوليا، الأزوليا بتاعتنا احنا اهي، الأزوليا اللي بنتكلم عليها. عرفتوا يا جماعة الفرق بين عدس الماء وبين الأزوليا؟ ادي الفرق، فرق شاسع بين الأزوليا وبين عدس الماء. الله أكبر، الله أعظم، والعزة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.